علم دے چھے بوکم وہ گھنٹو نتا سناستی ادھا اللہ کرم دے ادھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مینہ دا چھتا سویدہ تکینا ولی ہے یو خبر آرس کوم بیا دعا کرو ساس بمہ کے حضرت مفتی صاحب دامت برکات ام العالیہ امام العولیاء امام التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ذکر ہوئے داغی اقول دت بیانم و مختصر تعرف سر چونکہ دا مجلس دا تحفظ ختم نبوت کانفرنس بحوالہ و اساس و تناموس رسالت بحوالہ و اساس دے کله چې د 1953 تحریک چلېده حضرت امام الاولیاء رحمه الله گرفتار شو جیل کې ولا زهر ورکا د واورې په سانچو باندې سملولې شه خو ځکه یې رها کړه چې جیل کې د درس قرآن فضا قائم سمره قابل دا تحریک ختم نبوت دلتا کی گرفتار ہوں دے جیل کی بابند سلاسلو آبوی دا پارے قرآن مجودنا اراؤ مقتلو جیل کی درس قرآن شورا آبوی یورز یو سفر تا روان مختصر واقع ہے یو سفر تا روان او دا اور گاڑی پر اسٹیشن بانے والاڑی ریلوے اسٹیشن بانے گاڑ دا اور گاڑی گاڑ شپیلے ورکڑا ویسلے ورکڑا گاڑی اس رو رو دا پلیٹ فارم نا جدا کی گی حضرت گاڑی تا سورے دو دا بارا پل خیخ پچھ دا اب پائدان باندے اخی دا نو پدگ وقت کے چی وقت پہلا پا پلیٹ فارم بانے دا او یو وقت پہ دا گاڑی پا پیدان بانے دا چاہتا پو سکو طلبہ کرام دا پارا دیر قیمتی خبر دا یو سائل تا پو سکو حضرت قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے گاڑی روان دی رو رو روان دی دا حضرت یو وقت پا پیدان بانے دا دبو گئے او بلک پہلا پلیٹ فارم بانے دا سائل سا تا پو سکو حضرت قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائل قرآن مجید کا خلاصہ یہ ہے اللہ کو عبادت سے اللہ کو عبادت سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو اللہ کریم نے عبادت سرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت سرا او مخلوق چلی اگر خدمت سرا راضی کئی نو دا دا قرآن مجید خلاصا دا درود شریف ہوئی چی دعاو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا
عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعلم ما لا نعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وأكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسرطان وسيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لنا واغفر جميع موتى المسلمين. اللهم اغفرهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد
ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غل. الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا باغيا إلا قطعته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا حيران إلا دللته، ولا فقيرا إلا غنيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغزل من خزل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم شل أركانهم. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين، واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم، يا غالب يا عزيز، يا غالب يا عزيز، يا غالب يا عزيز. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من
شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.